ينضم إلينا من مركز مدينة كييف العاصمة مراسلنا أحمد الدراوشة. أحمد، يبدو أن ليلة ساخنة بقصف متواصل عشتموها في كييف، أطلعنا على التفاصيل. صحيح أمال، وهناك رائحة دخان حرائق في كافة أرجاء العاصمة هذا الصباح، أو على الأقل في مركزه، رغم أن القصف هو كان في الأطراف. كعادة القوات الروسية تقصف المناطق المحيطة، الأحياء السكنية المحيطة بكييف وليس مركز العاصمة نفسها. ودائما عند ساعات الفجر الأولى لم نبلغ إلى الآن بوقوع إصابات أو ضحايا أو بإصابات عينية لمباني كما حدث منذ يوم الأحد الماضي بصورة شبه يومية، هذا على الأقل إلى الآن. ولكن رائحة الدخان ربما تشير إلى أن القصف قريب من هذه المناطق. الآن ربما نتحدث عن التطورات الميدانية خلال الليلة الماضية في جميع أنحاء أوكرانيا. في ماليوبول انتقلت المعارك إلى وسط العاصمة بحسب ما أقرت القوات المسلحة الأوكرانية، بعدما كانت تقول أنها تجري على الأطراف. القوات الروسية تمكنت من السيطرة على ميناء المدينة، بمعنى أنها أبعدت القوات الأوكرانية عن البحر، عن بحر آزوف الذي أصبح بحيرة روسية مغلقة. المنطقة الوحيدة المطلة على البحر في أيدي القوات الأوكرانية هي منطقة أوديسا والمنطقة إلى غربها باتجاه الحدود في تلك المناطق. لذلك هذا تراجع مهم للقوات الأوكرانية وتقدم مهم للقوات الروسية. أيضا في التطورات الميدانية، أشارت خرائط نشرها مركز أبحاث أمريكي متخصص في قضايا الحروب إلى أن في متابعة الحروب إلى أن الهجوم المضاد الذي شنته القوات العسكرية الأوكرانية في منطقة ميكولايف قرب أوديسا آتى أكله، وأن الهجوم ناجح وأن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة السيطرة على الأراضي التي على أراض سيطرت عليها القوات الروسية في تلك المنطقة. هذه المدينة مهمة جدا لأنها تشكل بوابة لمدينة أوديسا الاستراتيجية المطلة على البحر. عندما تكون ميكولايف تحت سيطرة القوات الروسية هذا يعني أن الحصار بات وشيكا على أوديسا، وعندما تستعيد القوات الأوكرانية السيطرة على مدينة ميكولايف هذا يعني أنها سيطرت على خط، على ممر آمن ربما لعبور المدنيين إذا تم الهجوم من منطقة البحر على مدينة أوديسا. وكافة التوقعات تشير إلى أن هذا الهجوم قد يكون قريبا وقد يكون وشيكا، وهناك سفن بحرية روسية مرابضة في المنطقة بحسب ما يطلعنا الزمير صابر أيوب في تلك المنطقة، بالإضافة إلى تلغيم المياه في تلك المنطقة. أيضا ميدانيا في منطقة كييف أشارت صور اصطناعية لمكسار المتخصصة في الصور الأقمار الاصطناعية إلى أن القوات الروسية تخفي دباباتها تحت الأرض في الأنفاق في محيط العاصمة كييف، ربما للتمويه لأن عديدها في هذه المناطق هو قليل، ربما للحماية من الهجمات التي ينفذها المقاتلون الأوكرانيون مستخدمين الصواريخ كما رأينا خلال الأسابيع الماضية. صواريخ تضع على الأكتف وتطلق وتدمر الدبابات، لذلك كان هناك قرار بإخفاء هذه الدبابات إلى ما تحت الأرض على الأقل وفق صور الأقمار الاصطناعية.